وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود، أستاذ العلوم السياسية. أستاذ عبود، صباح الخير، مرحبا. أهلا أهلا، صباح الخير. صباح الخير. طبعا هذه الأحداث والتطورات الأخيرة التي تحدث بين إيران وإسرائيل، كيف ترى الهجوم الأخير من الجانب الإسرائيلي على إيران؟ صباح الخير. بداية يعني غير واضح حقيقة إذا كان هجوما إسرائيليا أو كان عملية استطلاع أو جث نبض للدفاعات الجوية الإيرانية. يعني لم تتبنى إسرائيل هذا الرد، ولم تتكلم عن تفاصيل هذا الرد. التصريح الوحيد الذي صدر عن الإسرائيليين كان تصريح بن كفير وزير الأمن في إسرائيل، وقال إن هذا الرد هو مسخرة، ولم يصدر عن حتى عن إيران أن هناك اعتداء. ولكن ما هي الدولة التي لها مصلحة لضرب إيران حاليا؟ طبعا إسرائيل. نحن يعني الكل بانتظار أن تكون إسرائيل هي تقوم بعمل أمني أو عسكري في إيران، لكن يعني طبيعة الرد، طبيعة هذا العمل، ماهية هذا العمل غير واضحة. نعم. الإيرانيون قالوا أن هناك أجسام يعني صغيرة أخرج أمرها في سماء أصفهان، ولكن أصفهان أيضا هي في وسط إيران، يعني هناك مساحة كبيرة جدا عن الحدود الإيرانية أو حدود تفصل فلسطين المحتلة عن إيران. نعم. يعني ما زال هناك شيء غامض، لا أحد يستطيع أن يجزم إذا كان هذا الرد هو رد إسرائيلي. نعم. ما هي التوقعات للجانب الإيراني؟ يعني هل سيدخل في تحقيق أم سيكون هناك رد سريع من الجانب الإيراني؟ لا أعتقد بأن هناك سيكون رد سريع. الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت، بعض الـ يعني الاستكشاف، ولكن إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي فحقيقة كما قال بن كفير فهو مسخرة، لأن إيران ردت بأكثر من 330 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة على إسرائيل بشكل واضح وعلني. وإذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي، وكان الإسرائيليون يريدون أن يعني يقيموا ردعا على هذه الشاكلة وهذا المستوى، فهذه مشكلة حقيقة عند الإسرائيليين. يعني لم يعتد العالم على إسرائيل أن تكون يعني بهذه الحالة من الجبن أو بهذه الحالة من الخوف والحذر في الرد على أي خصم أو أي عدو، ولأنها يعني تخاف وتخشى الرد على الرد. يعني هذه أيضا حالة تدرس أو تدرس اليوم، بمعنى أن الإسرائيليين يعني خائفين أو خائفون بهذه الطريقة أو بهذه يعني بهذا الشكل. نعم. ولكن المنطقة أيضا يعني هناك العديد من التوترات طبعا داخل غزة، في لأن الحدود مع إسرائيل جنوب لبنان، هل هناك أي خطر على الحدود مع إسرائيل، أم أن الدول المحيطة مثلا مثل الأردن وغيرها هل هي في أمان أم في حالة من التأهب أيضا؟ الحدود يعني الأردنية الفلسطينية هي في حالة تأهب، كانت في حالة تأهب عندما كان الرد الإيراني، يعني مشاركة الأردن في هذا الموضوع، في موضوع الرد، وحتى أن يعني دول عديدة شاركت في هذا الموضوع تحت شعار أن هذه المسيرات أو المقذوفات عبرت أجواء هذه الدول. أنا أعتقد بأن الصدام المباشر اليوم هو بين إيران وبين محور المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي وليس أي أحد آخر. ولكن الكل ينتظر اليوم حقيقة يعني هذا الرد، وإذا كان هو الرد الأخير الذي كانت ستقوم به إسرائيل ونكتفي بهذا المقدار. ولا أعتقد بأنه إذا كان هذا الرد بهذه الكيفية فأنا أعتقد بأن الأمور ستذهب إلى نحو استراتيجي معين، لن يكون هناك رد إيراني على هذا الموضوع، طالما أن لم يكن هناك أهداف ضربت لا في أصفهان ولا في تبريز ولا في أي مدينة إيرانية. وبالفعل إيران يعني صرحت يعني مؤخرا أنها لا تريد أن تدخل في صراع أو في حرب مع إسرائيل. ليس هناك بالمصلحة لأي دولة إقليمية ولا حتى إيران ولا حتى أي دولة بإشعال الشرق الأوسط.
هذا الموضوع له مترتبات كثيرة، له أكلاف كثيرة، ولكن الإسرائيليين هم من بدأوا عندما قصفوا القنصلية الإيرانية في دمشق، وهي أرض إيرانية حسب المادة 51 من معاهدة جنيف أو من قانون الأمم ميثاق الأمم المتحدة. فالتوتر في المنطقة تتحمل مسؤوليته إسرائيل وليس أي أحد آخر. إذا كان يعني كانت الدول كلها تريد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني ولكن دكتور طارق نعم، لماذا هذا التوقيت حاليا لاستفزاز دول أخرى؟ يعني إسرائيل بالفعل في مشاكل عديدة، أو يعني عليها ضغط كبير جدا، حتى نتنياهو يعني عليه ضغط من الشعب الإسرائيلي بسبب ما يحدث في غزة، لماذا يدخل في صراع آخر مع دولة أخرى مثل إيران؟ لأن نتنياهو والجيش الإسرائيلي حقيقة هناك عقم يعانونه في قطاع غزة. 7 أشهر على الحرب مرت ولم لم تحسم إسرائيل هذه الحرب. دائما يقول نتنياهو أن النصر بين أيدينا أو يعني مسافة أمتار، ولكن نرى أن الفلسطينيين يقاومون هذا الهجوم والاحتلال الإسرائيلي، وأن حماس لم تخسر الحرب، وأن الأسرى ما زالوا في قطاع غزة، وأن قيادات حماس أيضا لم يعني تستسلم أو لم تقتل. فيريد نتنياهو يعني هو قدر أن الهروب إلى الخارج قصف القنصلية الإيرانية إحراج إيران بهذه الطريقة لن يستلزم ردا إيرانيا مباشرة من الأراضي الإيرانية عبر يعني الحلفاء أو الوكلاء كما يقولون هم في إسرائيل. ولكن المفاجأة كانت أن إيران ردت بشكل واضح من أراضيها وبشكل كبير على الاعتداء الإسرائيلي، وأصبحنا في مكان آخر. اليوم أصبح نتنياهو أيضا يواجه معضلة، إذا وسع الرد على إيران فإن ذلك سيستلزم ردا، وإسرائيل يعني ظهرت أنها ضعيفة جدا بحيث أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبعض الحلفاء. فأعتقد أنه يراجع حساباته اليوم بشكل كبير، لأن الدخول في حرب إقليمية شاملة سيكون يعني مكلفا على إسرائيل بشكل كبير لا تتصوره الحكومة الإسرائيلية ولا الشعب والمستوطنون الإسرائيليون الذين يغتصبون أرض فلسطين. نعم، إذا تم التأكد من الجانب الإيراني بأن إسرائيل هي من فعلت هذه الضربة الأخيرة، يعني كيف تتوقع سيكون الرد الإيراني؟ يعني أنا أعتقد بأنه بالنسبة للمعطيات الموجودة الآن يعني بعد الساعة 10:30 هذا الرد هو رد يعني باهت وسخيف، والإيرانيين يقولون أنه لم تصل المسيرات إلى أي نقطة ولا مطار عسكري ولا أي يعني منشأة مدنية أو عسكرية في إيران. أنا أعتقد بأن الأمور ستبقى عند هذا الحد من دون أن نشهد ردودا وردودا إضافية. نعم دكتور طارق عبود، شكرا لهذه المعلومات القيمة، أستاذ العلوم السياسية.